ومع اعتراض الجمهور العربي على هذه الأغنية المونديالية التي طرحتها فيفا إلا دليل على افتراض منطقي بأن أي إعلان لمونديال قطر يجب أن يحمل هوية محلية وعربية واضحة الملامح تسوق للحدث من بوابة ثقافة أهله، وهو ما كان جليا في المواد الترويجية القطرية من قصائد وعرضات ورقصات فلكلورية. فالمونديال مناسبة كبرى لتقديم أنفسنا للآخر كما نحن لا كما يراد لنا أن نبدو. وبعيدا عن كرة القدم التي هي الحامل للحدث، نجد الشعوب تأتي لتقدم تراثها وثقافاتها، موسيقاها المحلية، أزياءها الشعبية، أغانيها، فكأننا في مناسبة لتلاقي الحضارات وتعرف الشعوب إلى بعضها بلا صدام، وهي من المناسبات النادرة التي يغلب فيها الوئام الصراع ويحضر فيها التراث الإنساني عامل فخر غير متهم بالمضوية أو الرجعية. وبعد 28 يوما يتوج البطل، وتلملم الملاعب والمدن فوضاها، وتهجع مستسلمة بعد تعب طويل، لكن ذاكرة الناس تختزن الصور وتعيد إنتاجها جيلا بعد جيل. فالجمهور يبدو وفيا ليس للأهداف وحسب، وإنما لهوامش الملاعب التي فيها تخلد ذكرى كتاب، وخارجها تصبح رقصة غجرية إرثا عالميا، وآلة موسيقية إفريقية تصبح أشهر من القيثارة، والقبعة المكسيكية أشهر من قبعة ملك. واليوم يؤمل أن يكون مونديال قطر يوم الثوب العربي الذي لم يدنسه لؤم ولم يسوده حقد ولم تخزه صورة صنعت في استوديوهات تنميط الشعوب.